صعب التنبؤ في هالمرحلة بالنسب لأنه هي آخر المستثمرين اللي حملت السندات. طب هي طلع القرار والسهم ما تأثر يعني ما عندك تراجعات؟ لا ما أنا قلت لك هو فعليا التأثر لما بدأ الخبر يصير اللي هو أول امبارح، لكن لما شافوا النسبة 18، لما شافوا عدد الأسهم اللي محولة 18 مليون صار النفسية أسهل لأنه 18 مليون لا يقارن. لكن لما تأتي طلبات على مجلس إدارة إعمار بتحويل السندات هاي الأسهم، أكيد هاي كل نشوف هذا الخبر حيكون عملية ضغط على السهم بشكل أكيد. على الأرام 18 مليون و700 ألف سهم بالضبط، هذا حسب إعلانات إعمار بالضبط. عدد هاي وافقت عليه مزبوط على نسبة يعني عدد الأسهم الموجودة بالسوق اللي موجودة لأعمار اللي outstanding هي 6 مليار و91 مليار و90 مليون 91 سهم. مليون بالضبط. وبالتالي انت بتعتبر انه هاي نسبه لن تؤثر، هاي حاليا بهذا الخبر لن تؤثر، لكن كنا يطلع اخبار يعني كنا حملت السندات كنا نشوف هاي الموافقه يبعثوا لمجلس الاداره انه احنا حابين نحول، كنا نشوف هذا الخبر ويجتمع مجلس الاداره لتحويلها على حسب الكمية. لو كانت كمية أكبر حتضغط بشكل أكبر على السعر. مظبوط. حتى هلأ نحن عنا ارتداد على أعمار يعني نقطة ونصف النقطة المئوية رجعت طلع على 27 لأنه 18 مليون بالضبط. دعنا نتحدث قليلا عن سوق دبي المالي بشكل عام. نحن لحد هلأ عم نسجل حوالي 92 مليون درهم إماراتي، يعني أرقام كبيرة الحقيقة. في عنا سلام البحرين عليه نشاط، وعنا أيضا أرقام لأعمار يعني عم نحكي كمان حوالي 19 مليون درهم إماراتي. حتى الآن نحن عم نحكي عن ارتفاعات بأكثر من 90% منذ بداية هذا العام وحتى الآن، بالتالي هذه الأرقام لا تخيفك بعض الشيء بأنه ربما هي موجبة لعمليات جني أرباح، ربما أنه أنا أوكي أنا عندي إياهن على السكرين بس أنا ما عندي إياهن محققة. والله أنا ذكرت معكم الأسبوع الماضي أنه إحنا أنا متصور 3000 و200 إلى 3250 اللي تقريبا لمسها أول الأسبوع في سوق دبي المالي. هاي الهدف عند سوق دبي المالي لأنه إحنا دخلنا 3 موجات سابقة من بداية السنة صعودا، هاي الموجة الرابعة لو أخذناها بنفس الأحجام الصعود أعتقد 3200 هاي أو 3200 إلى 3250 هاي المستهدف اللي أعتقد حنبدأ نشوف جني أرباح عليه. هلا جني أرباح اللي شفناه خلال اليومين السابقين أو بالأحرى اليوم بالتحديد بتاريخ 16/12/2013 هو فعليا كانت الأكبر، حتى الأكبر من بداية الصعود، يعني أكبر شمعة تصحيح كانت من 13/11/2013 هي الشمعة، لأنه لمسنا هاي النقاط اللي هي تشكل الضلع الأعلى من القناة الصاعدة الرئيسية اللي دخلها من هذاك التاريخ 13/11. لكن أعتقد وقوف السهم السوق عند الضلع الأسفل من هاي القناة الصاعدة ثباته عند هاي النقاط أعطى نوع من أنواع الأريحية للمستثمر أنه يعني استبعد عملية الكسر. لكن أنا ما زلت أتصور أنه ممكن يكون عملية كسر لهذه النقاط. 3100 نقطة مهمة عند سوق دبي المالي حاليا، عندنا 3080 حيكون نقطة مهمة ثانية عند في سوق دبي فاينانشال ماركت. في حالة كسرها ممكن نشوف نقاط 3000 مرة ثانية، فأعتقد نقاط هاي مهمة عند السوق، لو ثبت عندها حيكون جيدة. الملاحظ أنه الأجانب غير العرب أول بتاريخ 17 امبارح خرجوا من بالسوق بأعلى خروج فعليا كصافي تداول 72 مليون، يعني 72 مليون كصافي تداول يومي، هذا احنا ما شفناه كخروج أجنبي في يوم واحد تقريبا خلال 2013 بالكامل، عفوا من 24 جون عفوا 2013. فهذا الرقم واضح انه الاجانب غير العرب بدوا يخرجوا برضه من السوق بس بشكل منظم. حتى خلال الاسبوع كان في عمليه خروج بس بشكل اقل. امبارح كان اعلى خروج ب 72 مليون كصافي بيع من طرف الاجانب غير العرب، فاعتقد هون عندهم قراءه انه احنا عند نقاط مهمه في السوق عند 3200 الى 3250، اعتقد ممكن نبدا نشهد عمليه تصحيح في السوق. لكن قلت 3100 نقطه مهمه، 3080 نقطة برضو مهمة، في حالة أنه كسرها ممكن نشوف 3000 مرة ثانية.